اليوم احنا كطلاب جامعة الكفيل وعني شخصيا طالب صيدلة مرحلة ثالثة، اليوم قدمنا افضل سبل الخدمة والعلاجات للزائرين الكرام في خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شملت مفرزتنا أغلب الأدوية، منها أدوية الضغط، منها علاجات المفاصل، آلام المعدة، فضلا عن قياسات الضغط والسكر، وأيضا الضمادات قدمناها للزائرين الكرام. وإن شاء الله الله يوفقنا كل سنة وكل عام لهاي خدمة الحسين عليه السلام. إجينا هنا اليوم مفرزة الكفيل حتى نرعى المرضى والزوار، نقدم لهم بعض الرعاية الصحية من الأدوية، أدوية القولون والمعدة والميجرين وغيرها، وقياس الضغط، قياس السكر، وتعقيم الجروح وغيرها من الخدمات الصحية.